تشتهر ولاية أدرار بصناعتها التقليدية الغنية والمتنوعة، والتي تعتبر تحفة فنية رائعة الجمال، من أهمها النسيج، وهي حرفة تحترفها النساء وتنتشر خاصة بمنطقة فاتيس التي تشتهر بزربيتها، ويستعمل فيها الصوف المجهز ورموز متناسقة الأشكال والألوان. كذلك صناعة السلاسل التي يبدع الحرفيون الأدراريون في صنعها من مواد بسيطة كسعف النخيل ومشتقاته، مختلف اللوازم اليومية والتحف الراقية كالأطباق والمظلات الشمسية المروحية التقليدية وتدارة التي تستعمل لحفظ التمر. أما الفخار فله نصيب في الصناعة الأدرارية، حيث تنتشر الصناعة الفخارية في كامل أقاليم الولاية، والأكثر شهرة هو الفخار الأسود في منطقة تمنطيط، والذي له سمعة عالمية، إذ يشكل الحرفيون من الطين مختلف الأشكال والأحجام، وبعد أن تجفف وتصبح جاهزة تطلب باللون الأسود لتصبح تحفا رائعة ببصمة محلية. كما تتميز أدرار بالخصوص في صناعة الحلي الفضية التي تحمل رموزا وأشكالا تزيينية بديعة، من بين منتجاتها الخواتم الخص، الأساور والخلاخل، القلادات والعقود، والتي تلقى إقبالا كبيرا من طرف السياح. وتعتبر الجلود من أشهر منتجاتها التي تصنع منها النعر بمنطقة أولف، الأحذية، صناديق لاستعمالات متعددة، وحقائب ولوازم الخيام كذلك.